بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكا. المحاضرة دي يا جماعة أو الفيديو ده هنشرح دائرة جهاز استقبال سوبر هاتوردين 6 ترانزستور بالمكونات اللي موجودة. احنا عملناها كبلوك ديجرام في المرة اللي فاتت، عبارة عن مربعات من غير ما نقول ايه مثلا او الاجزاء اللي جواها. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، دي دايرة سوبر هاتوردين بتشتغل بستة فولت بستة ترانزستور، 1 2 3 4 5 6، وبتشتغل على 3 فولت. اول حاجة يا جماعة من الشمال كده دايرة الرنين. دايرة الرنين يا جماعة هي الدايرة اللي بتختار المحطة او التردد اللي احنا بنسمعه، سواء أغنية، محطة القرآن الكريم، أي برنامج، أي محطة بنختارها عن طريق مكثف متغير اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، اللي هو الرمز بتاعه ده عبارة عن الرمز المكثف والشرطة دي كده، ده معناه ان هو متغير، اللي هو جماعة ده هو كده اهو، ده المكثف المتغير. في هنا كمان ملف، الملف اللي بنقول عليه الاريال، ملف الاريال زي ما شفنا كده في الجهاز اللي زي ده كده. معانا جهاز كده يا جماعه اهو، ده ملف الاريال بيتصل بالمكثف المتغير، ده اسمه مكثف المتغير، ده عشان ده موجه واحده فعليه 2 تريمر زي ما احنا شايفين كده، بنغير منه لنظبط الايه دايره الرنين على المحطه بالظبط. الملف ده يا جماعه زي ما احنا شايفين ليه 4 اطراف، طرفين متوصلين بالمكثف المتغير اللي هو ده على الطرف الوسطى، على الطرفين بتوعه، طرف ارضي وطرف من الاطراف اللي على ايه الطرف الثاني، بيبقى بيتكون غالبا من 3 طرف المكثف دوت، 3 طرف. جنبيه على طول يا جماعة 2 ملف تاني، ان هو كده يعني لو كان كل من هنا لهنا ملف، الجزء ده في ملف تاني اللي هو الملف اللي هو الثانوي، يعني ملف ابتدائي كبير متوصل بالمكثف المتغير على الطرف الوسطاني واحد الاطراف التانية، ثم المكثف المتغير هنا، وبنسميه دوك كله دوك اسمه ملف الاريال. الموجة المتوسطة يا جماعة ما بتشتغلش بإيريال خارجي، بتشتغل بالملف دوك، بالملف ملفوف على فرايت بعدد لفات معينة على حسب تصميم الجهاز، وغالبا بيكون الملف الابتدائي أكبر من الايه الثانوي. كل واحد لو اسناك اوم عشان نتأكد من الدايرة، نقيس بين الطرف ده والطرف ده، وبعد كده نقيس بين الطرف ده وبالطرف ده. احيانا بيكون الطرف الوسطاني يا جماعه بينهم يعني متوصلين ببعض، فيطلع منه 3 طرف، يعني بعض الاجهزه كده وبعض الاجهزه كده. المهم تخرج الاشاره اللي اخترناها بواسطه المكثف المتغير والهوائي، تدخل هنا اشاره دائره الرنين الى هذا الترانزستور عن طريق المكثف ده كده، تروح داخله في ده مغير تردد، ده جماعة مكثف مغير التردد، لأنه بيصله الإشارة، إشارة اللي هي إشارة الإشارة بالموجة الحاملة عن طريق الملف ده، وبتوصل له إشارة الأوسيليتور، إشارة الكاشف عن طريق دايرة الـ AFC بعد الكشف. ده الكشف يا جماعة، بتخرج الإشارة من هنا بمساعدة المكثف ده اللي هو على خارج الكاشف والمقاومة دي، وبيمشي التردد وبيمشي الجهد اللي هو هيصحح بقى الايه التردد، عشان ايه ما يخليش محطه عاليه ومحطه واطيه، وتمشي كده في الايه في 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 المقاومه في العشرة كيلو دي، وتترشح كمان اهو، ويروح طالع كده لمغير التردد عشان يقدر يتحكم في تكبيره، وإشارة ما تبقاش عاليه او محطه واطيه ومحطه عاليه. اول ما الاشاره توطى
الكاشف يروح مديله يقول له لا علي شوية التكبير عشان كده الإشارة واطية، ولو زادت يقول له قلل شوية عشان دي زايدة. فخارج الكاشف يا جماعة بناخد منه عينة وبيتحكم في خارج اللي هو مكبر ده، هنا خارج التردد العالي في الـ FM بيبقى تردد، بيبقى مكبر تردد عالي. المهم هتخرج الإشارة هنا من هنا على طرف المجمع وتدخل وتعدي في الملف ده، هو كده هو الملف ده يا جماعة، ده بيبقى عامل زي مثلا ايه الايفاد دي، شايفين الايفاد دي كده عبارة عن ادي واحد اهو وادي واحد اهو كمان، ده المفروض الاحمر ده بيبقى بتاع الايه، غالبا بيكون اول واحد بتاع الايه تبع الاوسيليتور ومغير التردد اللي هو الابيض، وطبعا بيختلف من لون الى لون قصدي من جهاز لجهاز، في طبعا ايفات صغيرة كده. المهم اللي احنا شايفين ده ملف اهو، ملف وبيخرج من هنا اهو كده، يعني التردد بيمشي كده خارج التردد المتوسط الى اول مكبر تردد متوسط عن طريق الملف ده اللي مفيش رابط بينهم اهو، يعني ده ملف وده ملف داخل العلبة اللي زي دي كده او زي الاي اف اللي زي ده كده اهو، وبيخرج يا جماعة من هذا الطرف خارج تردد متوسط بين تردد بيني او تردد متوسط بين تردد الموجة بين موجة الحاملة، بنديها طبعا اشارة الاوسيليتور اللي احنا مطلعينها اللي هي من بتخرج من الملف ده اهو، وبنطلع منها التردد البيني او التردد المتوسط عشان تبقى كل المحطات مستواها واحد، ما تبقاش واحدة عالية وواحدة واطية. وتستمر بعد مكبر التردد الاول ده اللي هو ده يا جماعة، تدخل برضو في المكبر التردد البيني التاني، وهم بيقوموا بتكبير الإشارة اللي خارجة أو إشارة خارج التردد البيني لأكبر قدر. بعد كده تدخل اللي هي الملف ده أو الاي اف ده اللي هو قبل وخارجه يروح للكاشف ده برضو يا جماعة، زي ده كده نوع زي ده كده أهو، ليه زي ما احنا شايفين ليه طرفين وخارجه طرفين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا اهو كده، والوسطاني ده ساعات ما بيبقاش متوصل بحاجه، عشان لو حبينا نختبره نختبر الطرفين اللي على الاطراف عشان نعرف ايه سلامه الايه سلامه الملفات ديك ممكن تتقاس. بس طبعا صعب المكثف بيبقى جوه وصعب قياسه، طبعا لو احنا معانا حاجه بنكشف بها الاعطال زي حقن اشاره بنحقن إشارة على أطراف على قاعدة كل ترانزستور أو خارج الترانزستور وبنشوفها بتطلع في إيه في السماعة ولا لأ، لو طلعت يبقى الترانزستور ده سليم، لو حطينا الجهد لو حطينا الإيه إشارة على القاعدة دي أو حطينا على الإشارة على القاعدة دي وكل وطلعت الإشارة في السماعات يبقى الإشارة سليمة. في حاجة تانية ممكن نكتشف العطل عن طريق السلسكوب، السلسكوب ده يا جماعة ده اللي بنكتشف به الإشارات، بيبقى موجود في بعض الدوائر على كل قاعدة كده شكل الإشارة، يعني مثلا على القاعدة بي نلاقي مثلا شكل الإشارة هنا، ممكن السلسكوب يشوفها ونعرف شكلها هل هي نفس اللي موجودة المفروض تكون هنا ولا لأ، وبعد كده نشوفها برضو بنفس السلسكوب ده من منطقة الأخرى لحد ما نوصل إلى المنطقة اللي قاطع فيها الصوت بتاع الإشارة أو الصوت فين. المهم بعد الكشف يا جماعة كشفنا عليها راح الجهد الـ AVC على مكبر أو مغير التردد علشان يتحكم في تكبيره ما تبقاش محطة عالية ومحطة واطية، وتخرج الإشارة بعد كده تدخل الإشارة للحافز ده مكبر حافز يا جماعة، عبارة برضو عن ترانزستورات كده صغيرة زي كده أهو اللي هي الترانزستورات الثلاثية، وأحيانا كانوا بيتعمل معدن. المهم بعد ده يكبره هنا فيها جماعة محول درايفر، ده محول كبير شوية نسبيا، يعني محول كده عامل زي الشوبر للناس اللي بتعرف في التلفزيونات، أو محول أشوف لكم كده واحد وأوريه لكم أهو يا جماعة المكثف
ده المحول اهو بتاع الدرايفر، غالبا بيكون اصغر من المحول ده اهو كده يا جماعه. المحول ده هو اللي هو قبل السماعه اهو، في محول هنا كده، ده محول اخراج، ده محول درايفر، درايفر اللي هو بيشتغل مع الترانزستور بتاع الدرايفر ده كده، وبيخرج من خلال الملفات عن طريق الحس. طبعا مفيش ربط مباشر بين الابتدائي، الملف الابتدائي والملف الثانوي، بينتقلوا بعد كده الى مرحلة التكبير الاخراج الافقي، وهي مرحلة اللي بتخرج بقى الصوت. دي مكبرات صوت بنظام الدفع والجذب، في نظام لتوصيل الترانزستورات اسمه نظام الدفع والجذب باتنين ترانزستور باور، بيبقوا كبار نسبيا على الترانزستورات ديك، وممكن يكونوا معدن وممكن يكونوا على هيت سينك عشان طبعا بيسخنوا، لانه طبعا مكبرات دي صوت بتبقى بتكبر الصوت وبتستهلك، ويمر فيها تيار كبير عن الترانزستورات العاديه. بعد كده بتدخل فيه المحول دوك، ده محول الاخراج الافقي، بيتكون من ثلاثة طرف يا جماعه. طبعا الجهد في النص، الجهد السالب بتاع الكهرباء اهو، وبعد كده بيخرج الصوت من هذا الكوليكتور بتاع الترانزستور ده كده يا جماعه اهو، وبيخرج بقى من السماعه الى من الملف الابتدائي للملف الثانوي بعد تكبيره. الملف الابتدائي متصل ب السماعة، دي سماعة يا جماعة، وبعد كده بيطلع الصوت من خلال السماعة. أرجو يا جماعة أن أكون وفقت في شرح الدايرة، الحاجات دي مهمة جدا عشان نحاول نعرف الراديو بيشتغل إزاي، ونعرف إيه المسبب لكل عطل، مش مجرد أن أنا أقول لك المرحلة دي بتقطع كذا، والمرحلة دي بتسبب عطل كذا، والمرحلة دي يعني بتعمل عطل كذا. ده إن شاء الله بعد ما تفهمه الراديو بيشتغل ازاي عشان تقدر تعرف مكان العطل. ارجو ان اكون وفقت في توصيل او شرح دائره السوبر السوبر هاترودين او هاترودين 6 ترانزستور، وشكرا والسلام، او دائره الاي ام، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.